الوجود العسكري الامريكي في العراق يثير الجدل مجددا بعد انطلاق الجوله الاولى للحوار بشان انهاء مهمه التحالف الدولي في العراق بين بغداد وواشنطن في خطوه راها مراقبون ومتابعون للشان العراقي بانها مناورات امريكيه وعمليات تضليل اعلامي للانسحاب ليس الا مشيرين الى ان حقيقه ما يجري هو مجرد ترتيبات امنيه المحادثات بين بغداد وواشنطن تتزامن مع تاكيد الرئيس الامريكي جو بايدن على ضروره حمايه قوات بلاده في العراق وفقا للتفويض الصادر عام 2001 والمتعلق باستخدام القوه العسكريه في افاده بايدن الكونجرس على رد القوات الامريكيه على هجمات الميليشيات المدعومه من ايران في العراق وسوريا. عسكريون بينوا ان انسحاب القوات الامريكيه من العراق سيترك فراغا كبيرا في البلاد وهو ما تسعى إليه طهران لاستغلاله في عدة تمركزها العسكري مجددا في العراق الامر الذي يفسر تصاعد هجمات الميليشيات على القواعد الامريكيه في البلاد قوى الإطار التنسيقي سارعت إلى تذكير السوداني بضرورة تنفيذ وعوده لها بجدولة انسحاب القوات الأمريكية على مراحل زمنية تحدد تاريخ الانسحاب الأمريكي بغض النظر عن الاستقرار أو الوضع الأمني داخل البلاد، ياتي هذا وسط تاكيد البنتاغون من ان حكومه السودان لم تطلب رسميا من الجيش الامريكي الانسحاب مبينا ان القوات لا تزال هناك بناء على دعوه من بغداد نافيا وجود موعد نهائي محدد لاختتام مناقشات اللجان العسكريه العليا او نتيجتها النهائيه. المحادثات بين بغداد وواشنطن بشان مستقبل الوجود العسكري الامريكي اصبحت اكثر الحاحا وسط الدعوات المتزايده من قبل الاطار التنسيقي باحزابه وميليشياته لحكومه السودان بضروره انهاء تواجد القوات الامريكيه في العراق حيث جاءت هذه الدعوات ردا على شن الولايات المتحده غارات جويه داخل العراق سادفت ميليشيات مدعومه من ايران نفذت هجمات على القواعد العسكريه الامريكيه في البلاد